تلقى على بركة الله. في شوطنا الرابع انطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات مفتوح لجميع الدرجات على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود رحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى من علامة 1600 متر. وكما تشاهدون الآن بروق المجد في المقدمة مع محاولات من ناسك المرشحة الثالثة من الداخل في هذه اللحظات. بروق المجد تحاول، حنيفة كذلك تحاول في المركز الثالث في هذه اللحظات مع الانطلاقة انطلاقة الأفراس في هذا الشوط، الشوط الرابع من علامة 1600 متر. التنافس على أشد، بروق المجد في المقدمة مع محاولات الآن من ناسك، المحاولات تأتي من حنيفة في هذه اللحظات في المركز الثالث مع محاولات من صنع الآن تأتي في المركز الرابع في هذه اللحظات بقيادة عبد الله العوفي. التقدم لناسك الآن بقيادة كاميلو اسبينا، كاميلو اسبينا وناسك في المقدمة في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير. ناسك ابنة الحراق للاسطبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، المنعطف الأخير. المحاولات الآن، صنعة تحاول، ناسك تحاول الحفاظ على المركز الأول. المحاولات من جسورة من الداخل الآن مع محاولات الآن نشاهدها من صنعاء. ناسك بقيادة كاميلو اسبينا في مقدمة الأفراس المشاركة في هذا الشوط، والدخول الآن يأتي من شبلة سبية. شبلة سبية تحاول، ناسك تحافظ على المركز الأول بكل قوة وبكل اقتدار بقيادة كاميلو اسبينا. إذن ناسك للمركز الأول لأبناء ملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاركة الثانية. المشاركة الأولى كانت في المركز الثاني، المشاركة الثانية كانت في المركز الأول. حققت المركز الأول بكل قوة وبكل